استاذ محمد هسه مقابلي قاعد هسه ايده قصها منا مع كل نواب صلاح الدين باكملهم اجزم بتاتا قاطعه كل نواب المحافظ والمحافظين اللي اشتغلوا هم عليهم ملفات فساد اداريه موجوده في محافظه صلاح الدين وانا بصم بالعشره زين طيب. ماكو واحد من عندهم نزيه ماكو واحد من عندهم نزيه وهو يقول والله انا ما مشمول بالفساد هو هذا الفساد هسه مهندس محمد من يقول انا كنت مدير دائره وكذا اجى نائب محافظ جابوه هالشكل الكفاءته لا صفقه سياسيه اللي جابته وخلته يصير نائب محافظ هو او غيره راح يقيلوه يطلعوه راح يقعد بالبيت يمرته احنا على الجوده زيت لنا ملفات شيخ المجمعي سالت ايضا المهندس محمد الجبوري عن صدق التقارير اللي تقول انه تمت سرقه المنح الدوليه والحكوميه اللي استلمتها المحافظه من الحكومه الاتحاديه بمبلغ يصل الى 170 مليون دولار، طبعا هاي تهم الفساد تطال محافظين ومسؤولين كبار بالمحافظه. عندك علم؟ بس تصحيح للي حكاه المهندس محمد الجبوري. نعم. تكلم قال مهندس بدر هو مسؤول ما الاسحاقي خل يجوز هو نائب محافظ بس ما عنده معلومات لان تدرين هاي الشغل مال المحافظ الجديد هو واللي يترأسه واللي خلف الكواليس وكذا يتأمرون بناحيه الاسحاقي ومحافظه صلاح الدين كلها اي شخص يكون مخالف لآرائهم ويشتغل وفق القانون هذا ما يردوه يقول الامر اللي هسه بتصحيح المعلومات الاستاذ المهندس محمد الامر 2380 بالتاريخ 12/6/2022 يقول حسب المكالمه الهاتفيه مع السيد محافظ صلاح الدين المحترم وكتاب مدير ناحيه الاسحاق المرقم 346/30/5/2022 واستنادا للصلاحيات المخولة لنا اعفاء المهندس بدر جدعان ضاري من مهام مسؤول مركز ماء الاسحاقي وتكليف السيد مسرهد محمد حمد الموظف في مديريتنا بعنوان فني بمهام ادارة مركز ماء الاسحاقي وللمعلومة خلنا نعطيك فد معلومة مهندس محمد اصلا مسرهد راح ابدزيت الوثيقة الست وجدان نعم. هذا الرجال حرفي وليس فني حرفي يعني بمعنى يعني خريج ابتدائية والمهندس سيد مجمعي هاي الوثيقة حاليا بالجو اين قاعد رئيس مهندسين هاي الوثيقة بالجو هاي الوثيقة مع العقود اللي صارت في 2020-2019 عندما كان المحافظ السابق ونائب المحافظ النواب عمار حكمة واسماعيل الهلوب والآخرين هاي المشاريع تم سلب مالها بالكامل يعني بالكامل من ناحية إنارة مستشفى السرطان المصاطم مال مدينة العاب إضافة لصندوق الإعمار اللي إجا اللي تكلمت بيه اللي هو مبلغ 170 مليون دولار نعم. من ضمن المشاريع هاي تقاسموها المسؤولين بالمحافظة تقاسموها المسؤولين بالمحافظة والدليل أنا في منطقة الإسحاقي النائب اسماعيل الهلوب عندما كان نائب محافظ سابق وهسه محافظ وكالتين اخذ مشروع صندوق الاعمار اللي يخص الاسحاقي وجر تبليط شارع سوى شارع الى منطقته الى قريه وعاف الشوارع والشوارع الرئيسيه وراح الى شارع فرعي قيمته اكثر من مليارين اكثر من مليونين دولار ولا بإنارة ولا أبد وراح بلط بيه شوارع وبساتين وكذا أصلا هو غير خدمي زين شلون يعني إذا هذا المبلغ إذا هو مو خدمي الإسحاقي. زين شلون يستلم مبلغ ويريد يبلط ويسوي هو أصلا مو خدمي هو هنا الطامة الكبرى لأن الشوارع الرئيسية عافوها وهذا المشروع أخذوا استحقاقاته قبل بالدعاية الانتخابية حتى يكسبون أصوات الناس حتى يضحكون ويستدجون الناس حتى ياخذون اصواتهم حتى يفوزون. اضافه للمبالغ والمساومات اللي صارت بالمحافظه المشاريع، اكو مشاريع تم تنفيذها في مناطق الاسحاقي وبسامره وبالمعتصم وبالشرقاط وبتكريت حبر على ورق. ومن انتهت احداث داعش في وقتها كان ابو مازن محافظ صلاح الدين واعتقل على بالفساد الاداري بتهمه 113 قضيه فساد
فساد إداري واستقلال وظيفي، واعتقل في سجن في مركز شرطة الصالحية الفترة، وطلع إفراج بعد ما عقد صفقة سياسية ويا الحكومات السابقة. طيب. وطلع واليوم قام يحكي يقول أنا زعيم صلاح الدين. طيب. هو هذا الفساد. وهسا مهندس محمد من يقول أنا كنت مدير دائرة وكذا اجى نائب محافظ جابوه هالشكل الكفاءته، لا، صفقة سياسية اللي جابته وخلته يصير نائب محافظ، هو أو غيره، سواء كان هو أو عمار حكمة أو عمار جبر أو إسماعيل هلون أو كل المسؤولين اللي موجودين بصفقات سياسية. شيخ المجمعي، يعني إحنا اليوم يعني بالنسبة للعراق خط أحمر اليوم اللي دا يصير، خاصة في محاسبة الفاسدين مثل ما قالها السيد مقتدى الصدر. يعني خلي أرجع إلى السيد الجبوري، تريد ترد؟ لا لا، عذرا ست وجدان، قبل لا ترجع إلى الجبوري، عذرا بس مداخلة ست وجدان. تفضل. بالنسبة أنت، السيد مقتدى الصدر دعا إلى محاسبة الفاسدين. إذا أردنا نحاسب الفاسدين في صلاح الدين، لازم نجيب الفاسدين اللي تسلموا زمام الأمور من 2003 إلى يومنا هذا، بما فيهم كل المسؤولين اللي طلعوا سابقا واللي موجودين حاليا، بما فيهم استاذ محمد هسه مقابيل قاعد هسه ايده قصها منا مع كل نواب صلاح الدين باكملهم، اجزم بتاتا قاطعه كل نواب المحافظ والمحافظين اللي اشتغلوا هم عليهم ملفات فساد اداريه موجوده في محافظه صلاح الدين، وانا بصم بالعشره. زين؟ طيب. ماكو واحد من عندهم نزيه؟ ماكو واحد من عندهم نزيه وهو يقول والله انا ما مشمول بالفساد. استاذ محمد هسه من يجيه كتاب ومشروع مجبور قصبا عليه يوقع، واذا ما وقع راح يقيلوه ويطلعوه ويقعد من بيت يمرته. طيب بالنسبه خلني اول مره ادافع عن نفسي وبعدين ادافع عن مرؤوسيني. مسؤوليني. انا مهندس. خلصت كليه هندسه، تعينت 7 سنوات، تدرجت بالوظيفة وصرت مدير دائرة. اجيت بأزمة، أزمة 2015، مشاريع محافظة صلاح الدين كلها متوقفة في خلال 6 شهور. هذا مو أنا كفو، التيم الستاف اللي معي في مديرية مان صلاح الدين كفنيين كمهندسين كإداريين كقانونيين، يعني قدرنا نرجع المي بفترة وجيزة جدا. فهذا الكفاءة، يعني مع عجل احترامي للشيخ، وقد يكون شيخ ربعه وعشيرته، بس هو مو معيار الكفاءة يقول فلان كفو أو غير كفو. هذا فيما يخص. أما فيما يخص السادة النواب اللي كانوا النواب اللي حاليا الشيخ عمار حكمة نائب الفني للمحافظ، والشيخ اسماعيل هلوب محافظ، هؤلاء الناس يجوا بانتخابات شرعية. انتخابوا مجلس محافظ صلاح الدين، مجلس محافظ صلاح الدين صار بشيء شرعي، مستند على قانون، وعلى اساس الناس راح تنتخبت، وصار اكو مجلس محافظه وانتخبوه الناس. اما هم يعني شلون اجوا وما شلون اجوا، هذا الطريقه القانونيه اللي اجوا بها الساده اللي هم كانوا نواب، حاليا الشيخ اسماعيل نائب وشيخ عمار النائب محافظ والشيخ عمار النائب. اما يعني انا متهم جزافا، يعني مستغرب يعني من حدة الكلام الموجود عند الشيخ، ورجال هو إعلامي كما قدم نفسه ومختص يعني بالإعلام. كل عقود الدولة، يعني بالعكس اليوم أنا من أشوف عمل وبيعقد، يعني هذا ضمن حقوق المواطنين بهذا العقد، إذا هي خدمة أو إذا هي غير شيء. بس سيد الجبوري، الشيخ عرض وثائق عرضها، يعني خلي ينطينا الشيخ الطريقة إذا ما نسوي عقود شو نسوي؟ يعني وين؟ شنو الطريقة القانونية الأخرى؟ عد ما أريد يعني نكلف بعمل ما ولازم نسوي عقد؟ لو شنو يعني بالضبط؟ صدق، يعني صدق الرقعة صغيرة والشك طريقة واحدة. طيب إذا سمحت لي، إذا سمحت لي المخرج، خلي آخذ إذن من المخرج بدقيقة. نعم تفضل. يعني الحاجة كبيرة، إدارة المحافظة، الإدارة القائمة حاليا إدارة تعمل بروح الفريق الواحد، التركة كبيرة جدا. نعم. سوف يلاحظ محافظة صلاح الدين وأولهم أخونا الشيخ طامي. نعم. التغيرات الموجودة والخدمي،
في محافظ صلاح الدين، لأن الرؤية رؤية حقيقية وليس رؤية مبنية على شيء مو على حاجة المواطن. الرؤية اللي مقامة حاليا هي مبنية على حاجة. ست وجدان، نعم، تحياتي للأستاذ محمد الجبوري. والله ما والله صلاح الدين ما تشتغل بشكل صحيح اذا ما تطلع كل هاي اللي الحاشيه اللي موجوده من محافظها الاصغر واحد بيهم. ذاك الوقت احنا نقدر نشتغل يعني في محافظه صلاح الدين ان شاء الله الاسبوع المقبل. النواب اللي عملوا خلف الكواليس، اللي سيئون المحافظه خلف الكواليس، وكانما الدوله العميقه. هاي الدوله العميقه اذا ما تنتهي ما يصير اعمار في صلاح الدين ان شاء الله. اشكركم ان شاء الله، يعني نتذكر ان شاء الله الاسبوع المقبل نشوف ونشوف ملفات ايضا. وقلت لكم الصدق والرقعه صغيره والشك كبير، بس ما نعرف شلون تصلح الامور، بس لازم نبدي من الراس ونشتث الفساد وما نشرب بالذيل. يا ريت لو احد يسمعنا. بامان الله.